فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: المرأة التي في الإحداد هل لها أن تذهب إلى المسجد لأجل أن تصلي صلاة الجنازة على زوجها؟ في النهار لا بأس، نعم، تخرج لحاجتها نهارا لا ليلة، وهذا من الحاجة، تصلي على زوجها هذا من الحاجة، نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.